التمرين الثالث لمعرفة شدة الثقالة على سطح القمر، قام رائد الفضاء بقياس شدة وزن جسم S كتلته M على سطح الأرض، فوجد في تساوي 490 نيوتن. ثم قام من جديد بقياس شدة وزن نفس الجسم على سطح القمر، فوجد L تساوي 49 نيوتن. شدة الثقالة على سطح الأرض هي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. وكذلك المعطيات إذا قال لك بلي قلنا هذه بأنه بي على سطح الأرض تتساوي 490 نيوتن، و بي سميناها ال، دونك غادي مثلا نسمعو تي، تي يعني الطير، و ال لا لين هي القمر، دونك الأرض قمر قال لي يلقى فيها 49 نيوتن، وعطونا أيضا بأن الجي ديال الأرض تتساوي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. هادو غير المعطيات اللي كاينين في التمرين. اها اذا اولا احسب كتله ام او ام كتله الجسم اس، اذا نحسبوا كتله الجسم اس دونك هنايا باش نحسبوها نستعملوا العلاقه الاساسيه ثم ذات المثلث العجيب اللي هضرنا عليه في الدرس. اذا لدينا ان اف بي ها نسميها بي تي تساوي ام جي تي، هنا عافاك ما نتلفوش هاد تي اللي حطوها غير باش نفرقوا ما بين ديك الارض وديك القمر جازناهم، ولكن المهم هو ديما بي وجي ام. اذا لاحظوا معايا نعاود نوصل لكم انا هنا المثلث، دونك كاينه ام وكاينه بي وكاينه جي. حنا عرفنا بان بي كتساوي بان بي كتساوي ام مضروب في جي، هنا راه كاين ضرب وهنا عرفنا كنقسمها. اذا حنا عارفين بان بي كتساوي ام في جي، دونك حنا باغيين ام، اذا ام غتساوي بي مقسومه على جي. الشاشة اللي كتبينها دونك هادشي كنديرو غير في الوسخ. إذا إم غتساوي بي تي مقسومة على جي تي، إذا نعوضو غتساوي بي تي هي 490 مقسومة على 9.8 نحسبوها دونك 490 مقسوم على 9.8 عطاتنا 50. خمسين كيلوغرام، علاش كيلوغرام؟ لأنه هنا كاين نيوتن، وهنا نيوتن على الكيلوغرام، وغادي نمشي نيوتن على نيوتن، والكيلوغرام كاين في واحد على واحد على الجرام، الكيلوغرام هنا غيقطع يولي كيلوغرام. جيد، إذا لقينا شحال كتساوي؟ إم. سي بون، دونك ندوزو السؤال الموالي والأخير في التمرين. إذا ثانيا أوجد شدة الثقالة على سطح القمر. إذا ثانيا شدة الثقالة على القمر. إذا لدينا بي ال تساوي ام في جي ال، إذا هذا كمثلث عاوتاني إلا بغيتي جي، إذا ف جي كتساوي بي مقسومة على ام. إذا نحسبو جي ال غتساوي
إن هذه القناة هذه عندنا فيها 49، إيه القناة فيها 50، إذا 49 مقسوم على 50 إذا القناة فيها 0.98 نيوتن على الكيلوغرام. سيرون دونك حنا لقينا دابا شدة الثقالة على القمر، ونكونو سالينا مع التمرين الثالث والأخير في الدرس، وكنشوفكم في تمارين أخرين ودروس أخرى على القناة ديال علم.